بعد طلب مفوضية الانتخابات تبيان الحالة الجنائية ل 2389 مرشحاً للانتخابات البلدية لغرض التحقق من صدور حكم جنائي يمنع الترشح، النائب العام يكشف أن نحو 120 مرشحاً للانتخابات البلدية يلاحقون ارتكابهم جنايات وجنحاً. وبحسب مكتب النائب العام فإن الأحكام الغيابية الصادرة على المرشحين تنوعت بين السجن والسجن مع الشغل والسجن مع الغرامة. وفي خطوة تهدف لضمان نزاهة الانتخابات، النيابة العامة أحالت نتائج البيانات إلى مفوضية الانتخابات لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المرشحين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة، إلى جانب دعاوى ضد مرشحين آخرين ما زالت منظورة.